السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحكي لكم عن السكر التراكمي. ما هو السكر التراكمي؟ ومن يحتاج يسوي تحليل السكر التراكمي؟ وما هي دلالاته وشنو فايدته؟ السكر التراكمي هو عبارة عن السكر الملتصق بالهيم الموجود على كريات الدم الحمراء. هذا تحليل السكر العادي اللي نستخدمه دائما، نستخدم به هذا الجهاز وشخه هنا ونشوف نسبة السكر. هذا يقيس نسبة السكر الآن في الدم. أما السكر التراكمي هو عبارة عن السكر الملتصق في كريات الدم الحمراء. هسه تقول لي شو الفكرة، شنو المعنى انه انا اشوف السكر الملتصق في كريات الدم الحمراء؟ الفكرة كالآتي: هذه كريات الدم الحمراء عمرها تقريبا 120 يوم، يعني تقريبا 3 اشهر. فخلال هذه الفترة 3 اشهر اي زيادة في مستوى السكر في مجرى الدم راح يلتصق السكر الزائد في كريات الدم الحمراء، وكأنما هاي كريات الدم الحمراء راح تعطينا فكرة عن كل لحظة ازداد بها السكر في دمك، كل لحظة انت انتهكت القوانين وصعدت السكر في دمك. كأنما كرة الدم الحمراء عاشت وياك معاناة ارتفاع السكر، وكأنما ذاكرة صارت عندها. فاحنا نشوف ايش قد كمية السكر الملتصقة على كريات الدم الحمراء خلال 3 اشهر. ليش خلال 3 اشهر؟ لان هي كرة الدم الحمراء 3 اشهر وتموت. فائدة تحليل السكر التراكمي: أولا كإنسان مصاب بمرض السكري وكإنسان سليم. بالنسبة للشخص السليم يستخدم السكر التراكمي للتشخيص، أولا يشخص لك أنك مصاب بمرض السكري، وثانيا كتنبؤ يحذرك أنك تدير بالك ترى ممكن أنت تصاب بمرض السكري. فنسبة السكر التراكم الطبيعي للإنسان لازم تكون أقل من 5.7%، هذا الطبيعي. إذا شفتها من 5.7% إلى 6.4%، هاي معناتها يقول لك دير بالك انت ممكن تصاب بمرض السكري، هنا تعطيك تنبؤ وتحذير ولازم تدخل بحميه غذائيه. اما اذا السكر التراكمي كانت نسبته اكثر من 6.5% فهذه تؤكد اصابتك بمرض السكري. هسه نجي نتحدث انا كانسان مصاب بمرض السكري، شنو استفاد من تحليل السكر التراكمي؟ كانسان انا مصاب بمرض السكري، السكر التراكمي تحليل السكر التراكمي يبين لي هل انا مسيطر على السكر دمي كعلاج كحمية غذائية، هل هناك سيطرة أم الموضوع فوضوي أو هناك خطورة. فالشخص المصاب بمرض السكري المفروض السكر التراكمي عنده أقل من 7%، إذا فوق 7% معناته أنت ما مسيطر على السكر ولازم تغير علاجك أو تنتبه للحمية الغذائية مالتك. يمتى أحتاج أسوي تحليل السكر التراكمي؟ كشخص مصاب بمرض السكري يحتاج الشخص كل 3 اشهر يشيك السكر التراكمي مالته، وكانسان سليم ما مصاب بمرض السكري فقط اذا شك انه عنده مرض السكري، يعني عنده اعراض كثره تبول، عطش، يشوف اكو وزنه بدا يقل، فهنا يشيك يسوي تحليل سكر التراكمي من اجل التشخيص. كان معكم الدكتور وليد نبيل، شكرا للمتابعه.